السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآية. اليوم جيت نقدم لكم واحد الخبز اللي كيجي رائع. هذا الخبز البنات نتمنى تجربوه. كنقول البنات، كنقول كاع الناس اللي كتابعني، غير أنا ولفت نقول البنات، هي راه صراحة كتابعني رجال وعيالات الصغار والكبار. كنقول لكم شكرا، الله يخطيكم. كما غتشوفوا معايا عندي هنايا الفورس، هي فارينة. عندي هنا الفينو، واحد الزلافه ديال الفينو عامره بحال هكا. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعها واحد المعلقه كبيره ديال السنيده. خليتها درت لها شويه ديال الماء وخليتها هكايا طلقات. عندي هنا واحد الملحه على حساب الذوق، عندي واحد الملحه المعلقه كبيره ديال الملحه اللي زايده في هاد الخبز هذا، يا ياغورت مسوس كيعطي واحد لوكو زوين بزاف. هنايا عندي واحد حتى لربعة المعلقة ديال الزيت، المعلقة الكبار ولا خمسة. هنا كما غتشوفوا معايا انا غنديرو في العجانة، وانتوما كل واحد يعجن في المعجبو. غنجيب هاد الخميرة غادي نكبها هنايا، غادي نزيد واحد الزلافه ديال الماء الميت اللي درت فيها الخميره. الماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، ما يكونش بارد. غنزيد عليها الزلافه ديال الفينو. غادي نزيد عليه الفورس، هي فارينه. انا الزلافه ديال الفينو كندير معاها جوج كيلو ديال الفارينه. غادي نزيد عليه هذاك الياغورت. نتمنى يا البنات يكون الفيديو واضح. غنزيد عليه واحد قلت لكم واحد ربعة حتى الخمسة ديال المعالق. انا هنا درت خمسة ديال المعالق ديال الزيت. غادي نزيد عليه الملحة فهاد الجهة بوحدها. هنا غادي نردو، غادي نزيد جوج كيلو ديال الطحين الاخر، وغادي نردو يتعجن. وتلاقاو في الفيديو ان شاء الله منين نكمل الخبز ديالي، وغادي نتلاقى معاك. هنايا البنات بعد ما حيدت العجينه ديالي، بعد ما عجنات، كندير شويه ديال الزيت في الكسعه باش كنجمع هاد العجينه ديالي. هاد الزيت هي اللي كتخلي البنات العجينه تجي زوين، يخلي الخبز يجي زوين. ضروري ملي كنحيدوه من العجينه كنجمعوه شويه بيدينا، والناس اللي كيعجنوا خلاص بيديهم راه كيجمعوا العجينه من الاول. دابا هذه هي العجينه ديالنا كما غتشوفوا معايا. هنايا البنات غادي نخليها تخمر، ونغطيها وغادي نخليها تخمر واحد شويه، ونخليها واحد 3 دقائق تخمر، ونرجع يا ربي ان شاء الله يا ربي ونرجع نقرصها معكم.
كما كتشوفوا معايا البنات هنايا، بعد ما لويت داك الخبيزات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، لويتهم وكان بدا من الاولى اللي لويت كتكون طلقات شويه كتساعدني في التقراس. كما كتشوفوا ما كيعذبوا ما والو البنات، هاد الخبيزات كيجيو زويونين احسن من الكبار. هنايا خبيزه اللي بغيتيها كتجبدها، والبنات هادو كتقدر تعمرهم حتى بالدجاج وباش ما بغيتو بحال اللي كنشريو من الزنقه. غير هو ما طيبوهمش بزاف، ملي تبغيو تخشيوهم في الفران طيبوهم غير شويه وخليهم باش كديرهم في البريسه باش كتكمل الطياب ديالها. كما كتشوفوا معايا هما فيهم ماشي بحال خبيزات كبار، هادو فيهم شويه ديال الوقت. الحق المهم كيجيو زوينين، اهم حاجه هما يجيونا زوينين. حتى ملي كيجيو عندك الضياف ولا هكا كتحطيهم هكا كيعطيو المنظر زوين، كتحطيهم في داك الشبيكه ديالهم كيجيو زوينين. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. كما تشوفوا معايا انا غنديرهم في المول ديالي كيدخل الفران ديريكت، ما غاداش منين يخمروا ما نتوشيهمش ما نقلبش لا خبزه لا والو. هاك كتخمر كنخشيها في الفران هكايا كما غتشوفوا معايا. غنستمر بهذه الطريقه هذه ونتلاقاو فين يطيب ان شاء الله يا ربي الخبز، تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي كما غتشوفوا معايا، كيجي الخبز رائع البنات، خصوصا من هذاك دانون اللي زدت فيه كيجي واحد المذاق. تاكلوه بهاكاك، تاكلو الخبز بلا ما ديروه لا بالمرقه لا بشي حاجه، هاد الخبز تاكلو الخبز بنين البنات. هاد الخبز هذا البنات كيبانوا لكم واحد جوج خبزات هما حمر، ها هما هادو كترشيهم بالماء. ملي كتبغي تخشي حتى كتخمر الخبز كتبغي تخشيها في الفران كتجيب واحد القرعه، انا غادي نوريها لكم واحد القريعه كتكون خاصه مخليها خاصه للخبز باش كترشي هذاك الخبز. انا شريتها الخبز كتشدوا الماء بارد كترشوا به الخبز، بصراحه كيجي زوين 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 بزاف، كيجي محمر. هذا هو الخبز ديالنا يا البنات، نتمنينا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء والاهل ديالكم وخوتكم وحبابكم. البنات اللي كتدخل عندي كتخلي لي تعليق زوينه كنقول لكم شكرا شكرا بزاف، الهلا يخطيكم الله يكبر بكم، لي كومونتير ديالكم بحال قلوبكم الله يحفظكم، راك نتوما عزازين راك نتوما في القلب. اللي يتمنى شي حاجه ربي يحققها له، هاد الدعوه دائما كندعيها معكم. هاد الخبز البنات كيجي رائع كيجي زوين، جربوها البنات عندك ما تخليو ليش تعليق زوينه. هذه هي القريعه يا البنات اللي تبقى ترشوا بها الخبز، انا قلت لك شريتها من المكازا باش كنرش بها الخبز، كيجي رائع كيجي اللون ديالو محمر كيجي زوين البنات. هذه الفيديو غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا، ما تمشيوش تافين، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. غادي نقول لكم راك نتوما مشكورين 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 بزاف الناس اللي كتدخل عندي، كنقول لكم الف مرحبا يا الف مرحبا، راك عزازين وغاليين، شكرا بزاف الهلا يخطيكم. دابا غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك والجرس باش فين ما نحط شي فيديو يوصلكم الفيديو ديالي اللي كنحط. البنات هذا الفيديو راه هضرت فيه بزاف حيت اصلا درتو بزاف طويل، بغيت نشوف اش غيتحط لي في القناه، حيت شي بعض المرات شي فيديو ما كيبغيوش يتحطوا لي في القناه، كيكونوا طوال ما كيبغيوش يتحطوا له في القناه. غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا الى الفيديو مقبل ان شاء الله يا ربي، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف الهلا يخطيكم.